هل إنكار المنكرات العامة وتحذير الناس من الذهاب لها يعد خروجا على الحاكم؟ الإنكار يختلف، اللي معه سلطة ومعه ومثل من أعضاء الهيئة ينكر باليد، رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اللي معه سلطة ونائب عن السلطان ينكر باليد، أما الذي ليس معه سلطة ينكر باللسان، يبين للناس، ينصح، يدعو إلى الله، يحذر من المعاصي، هذا إنكار باللسان. واللي ما عنده سلطة ولا عنده قدرة على الإنكار باللسان ينكر بقلبه، هذا أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إنكار المنكر، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، لا بد من إنكار المنكر. نعم.